السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله رايحين نديرو خبز التورتيلا ولا تاكوس اللي كنت درت لكم فيه تاكوس وعجبكم وبزاف قالوا لي ديري لنا فيديو منفصل على وصفة التاكوس باسكو جاهم الفيديو طويل. راح اليوم ان شاء الله ندير معكم هذا الخبز بلا ما نطول عليكم. راح ان شاء الله نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وراح نبدا في الوصفة. بسم الله راح نبداو بالعجينة. انا ديت العجينة واش عندي الفرينة لازم تغرب ليها مليح. عندي كاس ونص تاع الماء، ربع كاس تاع الحليب، مغرف لحظة تاع اكل، مغرف تاع السكر ماشي معمرة، ومغرف صغيرة تاع الملح. هنايا على حسب الذوق، كل واحد هو الذوق تاعو في الملح. انا ديت الكاس اللي يوزن 220 مليلتر، العبار اللي عندك كملي به. خلطت ربع كيسان تاع الفرينه مع المغرف تاع اللحظه والمغرف تاع السكر قلت لكم ماشي معمره ومغرف صغيره تاع الملح. نخلطوا النواشف، نزيد عليها ربع كاس تاع الزيت ونبداو نخلطوا ونليمو بالماء. ما نديروا لا خميره تاع الكاطو لا خميره تاع الخبز، هذا واش عندنا. تبداي تخلطي. انايا جاني سواسوا العبار تاع الماء كاس ونص على حساب كل نوعيه فرينه. كاينه الفرينه اللي تشرب السوائل وكاينه اللي ما تشربش السوائل. دي فوا ديري داك القيس يجيك سواسوا، ودي فوا كي تعاودي ديري نفس الوصفه وتعاوديها بالك راح تنقصي معها الماء ولا تزيدي معها الماء. المهم انايا اللايم كامل هاد العجينه، كما قلت لكم عجينه سهله. رايحة نحيها من البول ونبدا نخدم فيها. تلايميها حتى تولي عندك عجينة، ورايحة نخليها تريح 10 دقائق. اسمع كيما نقولو حنايا هذيك الفرينة تتخدم لي وتنطلق لي مع كي تريح. كيما نعرفو الفرينة كي تريح تولي سهلة في الخدمة. شوفو تبداي تخدمي فيها باش تلايميها بيان، ديريها في صاشي وخليها 10 دقائق بيد ما وجدتي الحشو اللي راح تخدمي به لي ساندويتش. هذيك هي قسمه يبرد معاك ويوجد. رايحه نغطيها ونخليها تريح. شوفوا هنايا بعد اللي ريحت معايا عندي هنا المايزينا والزيت. انا هنايا قلت نخدمها على شكل كيما نخدموا البقلاوه تاع اليدويه، كي نديروا خبزه في خبزه ومن بعد راح تتورق معايا نفس المبدا راح نخدمه. المهم انا رايحه نلوز ولا نكور كره تاع التاكوس هنايا على حساب الطاجين اللي عندك. الا كان طاجين كبير كبري، الا كان طاجين صغير صغري. انايا بهذا العبار ادات لي 14 خبزه هنايا اكيد تخدمي. ومن بعد كي تشوفي الخبزه جاوك كبار بديت تنقصي على حساب الطياب الاول تاعك راح تكملي. المهم انا نلوزهم كامل كيف كيف على حساب المقله اللي عندي ولا الطاجين اللي عندي، ونغطيهم باش ما يديروليش القشره. ونبدا ثمثم نفتح في العجين. هنايا انا قطعت لي 11 ومن بعد بديت نقص حتى اللي خليتها رجعتها 14 الخبزه. هذيك هي باش نطيب بالزوج. المهم نخليها بتجي هنا ونحل في العجين. شوفوا معايا هنايا حليها شويه تكون خشينه. قسم ديري الخبزه الاولى، شوفوا هنايا مش راح تحليها كامل. شوفوا هنايا نحبس ورايحه نبدا ندهنها بالبينسو بالزيت. هنايا ما تكثريش الزيت باش ما يخرجلكش في الحواشي كي تبداي تحلي فيها وتبدا كيما نقولوا حنايا تزلج معاك العجينه فوق عجينه. المهم تبداي تكامل ديري لها في الزيت وتزيدي ترشي المايزينا. تخليها بتجي هنا ديري المازينة مع الزيت باش كشغل تجيك مرقة. من بعد كي تبداي تفتحي فيها راح تفتح معاك فاسيلمو. شوفوا نكمل الرش بالمازينة ونزيد الخبزة الثانية عادي كيما درت الاولى. كيما قلت لكم هنايا ماكش راح ترقيها مليح. شوفوا سقنيها عطي لها الشكل تاع الدائرة وديريها فوق الخبزة الاولى بهذه الطريقة. ومن بعد رايحة نحل الخبزة في زوج. شوفوا تبداي تحليها، سقمي لها الحواشي باش كي تحليها ما تجيكش وحده بزاف كبيره وحده صغيره، في المعقول تجيك ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره.
واحده في واحده. المهم تبداي تحلي هنايا، حاولي انك تركيها ما تغلطيهاش بزاف باش ما تجيكش معجن. قلت لك كي تركيها حتجي كيما التاكوس البسكري اللي نخدمه بالعجينه تاع المسمن. شوفوا تبداي هنايا تحلي وتعطي لها شكل دائري كيما قلت لكم، حتى اللي تجيك على حسب الطاجين اللي عندك، سيرتو الحواشي توجو فوتي عليهم بيجو كركيك. وبنجيها واحد اخرى الطاجين تاعي راه يسخن ورايحه نطيبها. شوفوا معايا كيفاش نطيبوها. انايا هنايا درت الخبزه حطيتها كيما قلت لك، حاولي انك تديها على حسب الكبر تاع الطاجين اللي عندك، ولا قيسي ومن بعد قطعي الحواشي باش تخرج لك اسواسوا. شوفوا هنايا غير تبدا تنشف تقلبيها شغل راكي طيبي في المسمن. شوفوا دوكا هنايا تبدا تنتفخ. هنايا النار راهي على نار متوسطه، ما تنقصيلهاش بزاف للنار وما تقويلهاش للنار باش ما تنحرقش معاك، باسكو رانا باغيينها تكون غير صفراء. شوفوا غير تبدا تنبل لك، تبداي كل مره تدوري وتقلبي الجهه الاخرى. شوفوا هنايا بدات تنبل وتنتفخ، رايحه تقلبيها. شوفوا من بعد رايحه تنتفخ معاك هنايا باسكو راه فيها الزيت والمايزينا باش يتسيباراو هذوك الورقات في زوج على بعضاهم. شوفوا ومن بعد تبداي تدوري فيها باش تدي فقط صفريها هنايا، ما تحمريهاش بزاف. ومن بعد رايحه تنحيها من با دقيقه ولا زوج. شوفوا هنايا كيفاش راني نعت لكم كيفاش تسيبارا من الداخل، راهي طايبه تجي كيما المسمن. وهنايا خبزه واحده اخرى، شوفوا كيفاش تبداي تطوري ثمثم غير تنشف تقلبيها بنفس الطريقه، راح تكملي كامل الخبزات اللي عندك. وكيما قلت لك اوليو باه طيبي خبزه طيبي زوج على ضربه، ماشي راح تشد معاك وقت كبير، مام با 10 دقائق راح تكملي كامل الطياب مع بيد ما خبزتيها وحليتيها، راح طيبيها ماشي راح تدي معاك وقت كبير. شوفوا وهنايا فقط صفريها باسكو من بعد رايحين نخدموها ونحمروها في الطاجين. نكمل انا كامل الكميه اللي عندي. وهنايا كل ما طيبي وحده حاولي انك شوفوا كيفاش ديري ساشي باش تقعد لك ما تكسرش معاك، وتغطيها بالسربيطه. شوفوا كي سيباري الخبزه على خوتها، شوفوا راح تتفتح معاك وتجيك خفيفه ريشه. واذا حبيتي تخبيها في المجمد ولا في الكونجيلاتور راح ديري قسمه تستعملي باغ اكزومبل عندك ربع خبزات تستعمليهم ديريهم في ساشي كونجيلاسيون وخبيهم فقط، خليهم كما حنا نقولوا مسرحين باش ما يتكسروش معاك. ورايحه تكون مده الاحتفال بهم حتى 3 اشهر ما تفوتي لهمش، فقط انك تغل فيهم بيان باش ما تكونش فيهم الريحه تاع الفريجيدير ولا المجمد. هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى الوصفه تكون عجبتكم. ما تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.